السيدات والسادة مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. نجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك المصري. النهاردة لدينا العديد والعديد من المشكلات اللي بتواجه البيت المصري، الأسرة المصرية، اللي بنحاول نحافظ عليها. الاعتناء بالبشر، الاعتناء بالعنصر البشري المكون الرئيسي لجموع الشعب المصري، هو الحجر الأول في أمننا القومي، وهو حماية الأسرة المصرية من كل المخاطر التي تحدق بها وكل المشكلات اللي بتواجهها. هيكون معانا النهاردة موضوع من الموضوعات الجادة والخطيرة التي تهاجم الأسرة المصرية وبتضربها في عقر دارها في أغلى ما عندها وهم أبنائها فلذات أجبادهم، وخاصة الشباب هم المستهدف الأول من إدمان المخدرات. وهنعرف حضراتكم كل التفاصيل، ومعانا كمان بنطرح برامج للتعافي ممن أصيب في ذلك الأمر، وهنعرف رأي القانون الخاص في حيازة المخدرات حتى لو كان بقصد التعاطي. خليكم معانا وتابعونا في الموضوع المهم ده. النهاردة هنعرف أخبار جديدة وحصرية لمستشارك المصري على شاشة الصحة والجمال مع سيادة النائب المحترم عصام العمدة وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس النواب. مساء الخير سيادة النائب. مساء النور يا فندم، ازي ساعد حضرتك وسام حضرتك؟ طيب فندم. اهلا بحضرتك فندم، ضيفا عزيزا علينا، وحضرتك بتحمل اخبار تطمئن بها الشعب المصري وكل الاسر المصريه بعد اجتماع حضرتك الاخير مع السيد وزير الدفاع المصري. عايزين نعرف حضرتك ما اسفر هذا الاجتماع واهم الاخبار والموضوعات التي تناولتها معاليك في لقائك مع السيد وزير الدفاع المصري. احنا كلجنه الامن القومي لحضرتك كان لنا الشرف ان احنا قدمنا التهاني للسيد وزير الدفاع على المنصب وثقه القياده السياسيه والسيد الرئيس بتنصيبه وزير للدفاع مصر، ورساله اطمئنان حملها سياده المشير وزير الدفاع ان مصر بامان. وانت عارف ان حضرتك الجيش المصري بالنسبه للمصريين كلهم درع الامان والاطمئنان لمصر كلها، ورسائل كثيره وصلها لنا معالي الفريق ان مصر بامان ومصر قوه عسكريه لا يستهان بها، وكل من يعني يحاول المساس بامن مصر سيجد ما يعني ان القوات المسلحه على هبه الاستعداد. انت شايف حضرتك المشاكل الاقليميه اللي حوالينا في ليبيا والسودان وغزه، وربنا يعين السيد الرئيس والسيد وزير الدفاع على المشاكل الجامه اللي موجوده حوالينا. ومن الرساله بيوصلها لنا كاعضاء لجنه الامن القومي اللي احنا بنمثل كل الشعب المصري، ان في ناس من الساده الاعضاء من سيناء ومن مطروح ومن الصعيد طبعا، رسائل كثيره بيوصلها لنا ان احنا ان الجيش المصري في جميع المناحي الحياه هو حرز الامان للشعب المصري، والقياده السياسيه طبعا السيد الرئيس ربنا يخليه لنا اوكل هذه المهمه لهذا الراجل المحترم وزير السيد وزير الدفاع، وربنا يوفقه ويكرمه دايما يا رب. اذا معاليك الجيش المصري نسيج اصيل من انسجه الشعب المصري، كل بيت عندنا منه واحد او اثنين في تعداد هذا الجيش العظيم. اللي حصل حضرتك في ملخص ما دار في الاجتماع طمأنة الشعب المصري وعدم تصديق كل ما يصور من اشاعات ولغط وهجوم منظم من الكتابة الالكترونية واستعراض قوة مصر الحقيقية في جيشها وقيادتها العسكرية والسياسية. وايضا حضرتك في قضم الصراعات اللي قامت في المنطقة وعلى رسوم ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وما يحدث في غزة وموقف مصر الواضح، كل اللي سعادتك استعرضتوه في هذا الاجتماع أيضا.
بالفعل فعلا يا فندم، والرساله اللي كانت بيوصلها لنا سيادته ان الجيش المصري على هبه الاستعداد، واحنا قوه عسكريه لن نهاجم او نحارب خارج اطار الدوله، بس اي حاجه تخص مصر فهي احنا على استعداد، والجيش المصري على استعداد، وكلنا على استعداد. يعني احنا حتى قلنا لسيادته ان الجماعه الصعيده في اي وقت، الصعيد بالذات يعني احنا كلنا جيش مصر، يعني احنا تحت امر القياده السياسيه وتحت امر مصر كلها. انت عارف ان كلنا في خدمة الوطن يا فندم، في كله بالظبط في كده، مكانه. بالظبط كده، بالظبط كده، فعلا فعلا فعلا. طيب انا بستأذن حضرتك في سؤال مهم بيدور في خلد الجمهور وبنتسأله دايما. مركز المعلومات بمجلس الوزراء دائما وابدا كان بيناهض ويحارب ويتصدى للاشاعات ومطلقي الاشاعات، ودائما وابدا المرصد الخاص بمركز المعلومات بيجدد الثقة وبيصحح المعلومات والمفاهيم وبيطلق ما بين الحين والآخر بيانات توضيحية وصريحة. بنتمنى أن حضراتكم بما أنكم مشرفين وقائمين على لجنة الأمن القومي داخل الغرفة الأولى من للتشريع في مصر، أن حضرتك تمدونا بهذه البيانات، أن البيانات دي بتطمئن الشعب بزيادة، خاصة في ظل حضرتك اللغط اللي بيحصل في السوشيال والتضارب في الأقوال. بص حضرتك، مصر مستهدفة، هم يعني اللي ينكر كده يبقى يعني أرض طبيعة، الطبيعة سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا حاجات كتيرة ودروس كتيرة جدا، إن هي التورتاية اللي بيحاولوا يعني يفوزوا بيها، ربنا سبحانه وتعالى حارسها، والسيد الرئيس سبحان الله ربنا كرمنا بيه إن هو خد على عاتقه هذا الأمانة، وربنا يقدره عليها. والحاجة اللي أنا عاوز أوصلها لحضرتك إن يعني ربنا حارسنا، وحتى لو أطلقوا إيه كده، في برضو النزعة الوطنية بتعود وترجع تاني، محدش يقدر يعني أي حد إشاعات أو أي حاجة، الناس بدأت تبقى في وعي الحمد لله. وحتى في بعض الإشاعات المغرضة فعلا زي ما بتقول حضرتك، في ناس بتصدق بعض الشيء، لكن المركز الإعلامي بتاع وزارة رئيس الوزراء بيوضح برضه، وكلام واضح والدنيا صريحة، يعني ما فيهاش أي لغط ولا حاجة، وربنا يحرس مصر بإذن الله دايما. نشكر لحضرتك كل ما أفدتنا به في إطار الفعاليات ومضارب اجتماع حضراتكم مع السيد وزير الدفاع المصري، ونسأل الله أن يحفظ مصر وشعب مصر من كل سوء، وأن حضرتك يرشد ووفق القيادة السياسية وكل العاملين في الدولة. ولا رهان على الوطن ولا بديل للوطن. هنطلع فاصل وهرجع مع حضراتكم مع موضوع الحلقة الرئيسي. كل الشكر للنائب المحترم عصام العمدة وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس النواب المصري. خليكم معانا بعد الفاصل، الموضوع الرئيسي في هذه الليلة وهو أيضا من موضوعات الأمن القومي المصري الخاص تحديدا بالأسرة المصرية. نطلع فاصل ونعود لحضراتكم. أهلا بكم من جديد، نجدد التحية واللقاء لحضراتكم في كل مكان. وزي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة والمقدمة أن موضوع الليلة موضوع جد خطير لكل أسرة، لأن استهداف أحد أفراد الأسرة وأهمهم وهم الشباب النشئ الصاعد اللي عليه الرهان للمستقبل، ده مشكلة لا يمكن التفريط فيها، ويجب حلها ومواجهتها بكافة الطرق على المستوى الاجتماعي، لأن حضرتك وحضرتك بصفة أنكم أرباب أسر المسؤولين الأولين عن تنشئة وحماية وتنمية أفرادها وتحديدا الشباب في مرحلة المراهقة. سعدنا وشرفنا اليوم أن يكون معانا ضيف عزيز على مستشارك المصري بحلقة اليوم، الأستاذ الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشورى السابق في 2011 ومدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، وهو هيبلور لينا خلاصة تجربته وتعامله مع الشباب الذين
وقعوا في شراك وشباك المدمنين وأصبحوا أحد المدمنين، وإزاي يتعافى ويعود مرة أخرى عضو سوي في المجتمع ويتخلص من هذه الآفة اللي ألمت بيه. دكتور إيهاب أهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك أستاذ ماهر، سعداء بوجود حضرتك معانا وشكرا لتلبية الدعوة، وعايزين نبصر ونوعي وصرنا في بيوت وربوع مصر بخطر الإدمان والوقوع فيه، خاصة لشبابنا المستهدف، إن الرهان على المستقبل، لما يضرب المستقبل إذا بلا مستقبل ما ننتظرش تنمية ولا تقدم. طبعا الإدمان مشكلة كبيرة بتواجه مصر، لكن ليست أكبر من باقي دول العالم. احنا عندنا في آخر دراسة عملها الصندوق القومي لمكافحة وعلاج الإدمان عندنا 3 مليون مدمن في مصر، كان في دراسة سابقة في 2016 قالوا 6 مليون، فمش عارف ده اختلاف في طرق الدراسة أو انخفاض فعلي في العدد، المسألة عايزة مزيد من البحث. لكن هل حضرتك ده إحصاء فعلي؟ أيوه دقيق أم حضرتك يعني تقدير؟ لا هو دراسة كبيرة ضخمة على عشرات الآلاف من المواطنين، منضبطة جدا وبتطبق أحدث الطرق الإحصائية، فإحنا فعلا عندنا 3 مليون، ده نقدر نقول وفقا للعلم والأساليب الإحصائية الحديثة إن موجود 3 مليون مدمن في مصر. ده رقم قد يكون مفزع للبعض، وأكيد الأجهزة المعنية وضع هذا الرقم قدام عينيها كتحدي للتخلص منه. مظبوط، يعني لاحظ مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 20 مليون مدمن، يعني 6.7 مليون مدمن للمخدرات و13 مليون مدمن للكحول، فدول نسبة حوالي 7-8% من السكان، فإحنا عندنا نسبة مشابهة أو أقل قليلة. من أين يحدث حضرتك اختراق الأسرة أو الوصول فكرة الإدمان للشباب؟ إزاي بيحصل؟ يعني هو الثابت من دراسات التسبب في الإدمان إنه الشاب أو الناشئ بيتعرض أو بيقول على سببين أساسيين لبداية التعاطي المخدرات. أول سبب هو الفضول وحب التجربة، يعني حب المغامرة، حب أشوف فيه حاجة جديدة، عايز أجرب الموضوع ده إيه يعني. السبب الثاني هو ما نسميه ضغط الأقران، يعني حد من أصحابه أو مجموعة من أصحابه بيرغبوا بيجذبوا بيقولوا احنا قاعدين بنشرب، انت مش راجل، تعال جرب. جرب، يعني حتى لو ما قالوش هو بيبقى حاسس انه لو أقل منهم، لو ما خدش السيجارة دي هيبقى مش جدع، لو ما خدش البرشامة دي هيبقى مش واحد منهم، الى اخره. طبعا في عوامل في الشخصية للغرابة، انه الشخص الطفل والناشئ المعرض اكثر للادمان هو المغامر، هو اللي ما بيخافش من الاشياء التي لا يعرفها، ودي طبعا صفة ايجابية، فلكن يجب استخدام هذه الصفة بتوسيع افاق ومدارك وانشطة هذا الطفل او هذا الناشئ لاشياء جديدة. في يعني دراسة مهمة في علم النفس يعني عن المراهقة، الدخول للطفل إلى مرحلة المراهقة أو إلى مرحلة المرحلة المبكرة من الرشادة، يعني من إنه يبقى كبير بدون أدوات كافية لمواجهة الضغوط، بدون أدوات كافية لما نسميه الذكاء الوجداني، معرفة ما هي مشاعره والتعبير عنها، القدرة على الرفض بدون شعور بالنقص زي ما حضرتك قلت، أو الشعور بالاضطراب لأن أنا برفض، القدرة على توكيد الحقوق، القدرة على التعامل مع القلق، التعامل مع الاكتئاب، التعامل مع الغضب، التعامل مع الضغوط النفسية الخارجية أو الضغوط، يعني السيطرة على انفعالاته. هو يعني مفتقد لخبرة السيطرة على انفعالاته وعدم القدرة والتعامل معاها، يعني والتعامل مع هذه الانفعالات وعلى مع الضغوط الخارجية. عشان كده احنا بنسمي العنصر الأساسي في الوقاية أو عنصرين ثلاثة أربعة مهمين في الوقاية، هو عنصر ما نسميه مهارات الحياة، اللي هي في المهارات الأكاديمية إن أنا أعرف أقرأ وأحسب وكذا، في المهارات
المهنيه، زي ان واحد يكون سمكري سيارات او يكون نجار او يكون طبيب او يكون مهندس، وفي مهارات الحياه كيف يتعامل الانسان مع الحياه. ده مهمه جدا انه الطفل، ودي معظمها مهارات مكتسبه، مهارات مكتسبه ومصدرها بتبقى الاساسي او الاول الاسره، القدوه في الاسره او في المدرسه. وفي طبعا دلوقتي زي ما تقول مناهج خاصه ووسائل تدريب خاصه منظمه لتعلم مهارات الحياه. الحاجه الثانيه انه الطفل يكون عنده يعني مصدر بيديله حب غير مشروط، بيديله رعايه، بيديله اهتمام بدون شروط، يعني مش هحبك لو نجحت بدون بس مقابل، بدون يعني جوائز، بدون يعني بدون ترهيب، بدون ترغيب. انا بحبك لذاتك يعني. فدي مساله ثانيه. الحاجه الثالثه انه يكون الطفل او الناشئ بيشارك مشاركه ايجابيه ذات معنى بالنسبه ليه. الرابعه انه يوصل له توقعات عاليه منه، يعني يلاقوا فيه حاجه يقول الولد ده او البنت دي يجي منها. الخمسة انه يتعلم الحدود، انه مثلا مشاعره حد، ان كرامته حد، ان جسمه حد، ما عندش يعتدي على جسمه، انه يكون ليه رأي يعبر عنه وهو حر في رأيه ده، بشرط انه يحترم حدود الاخرين ايضا. ثم ان احنا نلاقي له مجموعة بيسموها ذات قيم داعمة للمجتمع، يعني زي ما في اصدقاء السوء في اصدقاء الخير، دول مش بيتكلموا على القيم، بيمارسوا القيم دي، يعني قيم الاحترام، التعاون، حب التعلم، عدم الاعتداء على الآخرين، الابتعاد عن التدخين مثلا، فمجموعة من القيم دي في شلة معينة أو في مجموعة معينة. فدي بعض العناصر الثابتة الفعلية في الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر عموما والمخدرات والمواد المغيرة للحالة المزاجية خصوصا. طيب دكتور، رب الأسرة وغالبا بتكون في الأول الأم في الأسرة السوية المعتادة اللي موجودة، هي بداية الكشف أو الكشاف اللي بيضرب وبيكتشف تغير مزاجي وسلوكي في حياة الصبي أو الصبية اللي في مرحلة المراهقة، وتظهر عليه بعض مظاهر جديدة عليه وجديدة على سلوكه، فبتبتدي تكتشف الأم أو حتى الأب أن هناك مدمن داخل الأسرة. إزاي حضرتك نرشدهم عن بعض مش الحيل، لكن عايزين نقول بعض السلوكيات يعني في المتابعة والأدوات للكشف المبكر عشان ألحق الدنيا قبل حك ما ينغمز اكثر واكثر؟ يعني هو العلامات المبكره للتورط في المخدرات تكاد تكون لا تختلف عن علامات ازمه المراهقه عموما او ازمه عاطفيه في المراهقه عموما. فتلاقي طفل عاداته اتغيرت، اصدقائه اتغيروا، مستوى ادائه في المذاكره او الناشئ يعني مستوى ادائه في المذاكره او في الاجتماعيات تغير، ابتدى يسهر بالليل، ينام بالنهار، ابتدى يبقى في شكل من اشكال الغضب او الكذب او تقلب المزاج. لما بيكون طبعا واخد بيبقى مزاجه رايق، لما بيكون مش واخد مزاجه بيبقى مقلوب. ممكن تختفي اشياء من البيت. كل ده قد لا يعني وجود مخدرات، لكن يعني شك، يعني ان احنا شاكين في يعني اولى المراحل الشك. الشك فانا عايز اوصل ليقين من هذا الشك. بقى دلوقتي احنا الحمد لله في تحاليل للمخدرات، تحليل البول، وده حتى ممكن نجيبه في البيت او عند عدد كبير جدا من الاطباء النفسيين واحيانا الاطباء ممارسي العموم كمان. فنقول له بص احنا دلوقتي شفنا انه، ونقول لها شفنا انه في كذا وكذا وكذا اتغير فيك واحنا شاكين. فممكن ينكر ويقول لا ما حصلش وبتاع. طبعا الدليل القاطع ان احنا نلاقي مخدرات او نلاقي ادوات نتيجه التحليل. لكن نقول له احنا بقى علشان قلقانين هنروح للدكتور ونعمل تحليل. دي افضل واقصر الطرق للموضوع ده. احيانا بيكون في توترات جامده في الاسره مع الشاب ده او الشابه دي، وبيبقى صعب ان احنا ناخده للدكتور. ففي طريقه ان احنا نقول له، ودي حقيقه بتبقى، انه علاقتنا بيك سبب التوتر للوالده او للوالد، والوقت الاسره كلها في اضطراب، فاحنا محتاجين نروح للدكتور علشان يشوف لنا حل
في هذا التوتر. انا ماليش دعوه بالمخدرات وما باخدش مخدرات. طبعا الانكار والاسقاط دايما على يعني والقاء اللوم وكذا. احنا مش هنتكلم عن المخدرات، احنا هنتكلم عن المشكلات اللي بيننا. فلو راح لدكتور طبعا فاهم هو بيعمل ايه هيقدر ياخده من هناك لحد ما نوصل. ويا حبذا لو كان استشاري نفسي، يعني استشاري طب نفسي، اخصائي طب نفسي له درايه وخبره في طرق التعامل في هذه المراحل. طيب هناخد معانا مداخله من قامه قانونيه، محامي الاستاذ سيد مشرف المحامي بالنقد، وهو محامي متمرس في الجنايات، علشان نبصر الاسر ونبصر شبابنا ان حيازه المخدرات حتى ولو كان بقصد التعاطي فهي جريمه ويعاقب عليها القانون المصري. استاذ سيد مشرف مساء الخير يا فندم. الخير يا فندم، اهلا بحضرتك، ضيف عزيز علينا. اهلا وسهلا بك يا فندم. من خبره حضرتك العمليه، وحضرتك كنت من اصحاب راي ان المدمن مريض قبل ان يكون متهم او جاني، لكن عايزين حضرتك تدي نصايح مباشره للاسره المصريه ولشبابنا ان حيازتك للمخدرات حتى لو بقصد التعاطي ولو بنسبه بسيطه فده يعرضك للمساءله القانونيه والعقوبه. بلا شك، بلا شك حضرتك ان هي لها بعد اجتماعي اكبر منه بعد قانوني. البعد القانوني حدده قانون العقوبات حضراتكم في الفصل الخاص بمواد حيازه المواد المخدره او تعاطي المواد المخدره، وان كان القانون قد فرض عقوبه الا ان البعد الاجتماعي يظل هو الهاجس الاول والاخير بالنسبه للرعايه المطلوبه لهؤلاء الشباب. وتبدا هذه الرعايه معاليكم اصلا من المنزل والرقابه على الاطفال في الاولاد في سن معينه، الرقابه اللصيقه، الرقابه المتانيه والمعالجه النفسيه الحقه في التعامل مع هذه الظاهره التي باتت جزء من مشكلات المجتمع الذي نعاني منه. وهو بالتالي ليست العقوبه المحدده في قانون العقوبات هي العلاج الوحيد لهذا الامر، ولكن العلاج الاول والاخير بالنسبه له هو الاسره، ثم المجتمع، ثم المدرسه، ثم التوعيه الصحيحه، ثم الرقابه التي تكون على الاولاد في السن التي يسمح لهم فيها بتعاطي المواد المخدره. ودائما حضراتكم بتبدا هذه المشكلات حضراتكم من بدايه من تعاطي الشاب الصغير او الطفل الصغير للسجائر، ثم تتطور الامور الى الصحبه السيئه التي تجعل من هذا الطفل الصالح يتحول الى طفل اخر غير صالح بالنسبه للاسره. يحصل تغير في سلوكه، تغير كامل في سلوكه بلا شك انه سيتغير. ولذلك المعالجه تبدا من الاسره ومن المجتمع قبل ان يكون القانون هو الحد الفاصل في هذا القانون، وان كان لكن القانون اعمى سيعاقبه، لكن أن علاج هذه المشكلات لابد ان يبدا ايضا من الاسره. وقلت قبل ذلك ان الاسره هي ثم الاسره هي الرقيبه والمهيمنه على سلوك الطفل وسلوك الشاب في مثل هذه السن الحرجه بالنسبه لحياته. طب استاذ سيد، لو الاكتشاف تم اللي هو المفاجاه الصدمه غصب عني، جالي تليفون الحق ابنك في الاسم ممسوك لانه متعاطي مخدرات مع اخرين او مع نفسه، ازاي حضرتك انا النهارده كاسره استوعب الامر ده او الصدمه دي واحاول اتقارب، مش انبز الفرد دوا ولا ابعد عنه ولا اعتبره ان هو سبب الفضايح وان هو تسبب ليا في اشكاليه مجتمعيه، ازاي احتضن الامر؟ يعني الدكتور ايهاب كان بيتكلم ازاي ممكن نكتشف لو بدينا نراقب السلوك، لكن انا بقول بنظريه الصدمه، خبر يعني جاي لحضرتك صدمه، يلحق ابنك او بنتك ضبطه في تعاطي فردي او جماعي، ماذا نفعل؟ ان كان القانون قاعده مجرده لابد ان ينال عقابه، هذا امر مفروغ منه ولا يستطيع احد ان يقف امام القانون، لانه هذه قواعد مجرده جعلت لحمايه المجتمع في حد ذاته، لكن بالنسبه للاسره التي يتعاطى منها شاب وقد يعني ضل طريقه في هذا السبيل،
عليها الا تعامله كمذنب، لكن تعامله كمريض يتعين عليها ان تبحث عن اسباب هذا الادمان والصحبه السيئه التي ادت بهذا الشاب الى هذا الادمان وطرق العلاج. تبدا طرق العلاج من المعاهد المتخصصه، من المستشفيات المتخصصه، من الاطباء النفسيين. ربما تكون ان سبب هذه الظاهره يكون ربما سببها نفسي بالنسبه لهذا الشاب، وبالتالي ربما تكون هناك مشكلات اسريه، تفكك اسري ادى الى هذا الامر. لابد ان يعالج هذا الامر. لا 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 يعامل هذا بالنسبه للاسره وللاب والام، لا يعامل هذا الشاب على انه مذنب فقط، ولكن يعامل على انه مريض يحتاج الى العلاج والرعايه الكامله من الاسره بدايه. نشكر لحضرتك مساهمتك ومشاركتك معنا، وما ادليت بدلو يؤخذ في الاعتبار، وكل النقاط اللي حضرتك وجهت فيها عنايه الاسره وارباب الاسر. ونستكمل مع الدكتور ايهاب، ايه رايك في الراي القانوني الصادم شويه، ان في بعض الشباب والاسر مش متخيلين ان حيازته وتعاطيه المخدرات هتوصل بيه الى حد العقاب وان يلقى وراء القضبان في السجن. يعني احيانا بيحصل هذا الامر، وبيحصل لشباب ربما غير متورطين تورط كامل. يعني مثلا في حاجه شائعه مع تجار المخدرات، ان هم بيسلموا حد جديد، يعني حد مش زبون قديم، فدول بيسلموه بيبلغوا عليه يعني. فده بيحصل احيانا. لكن اللي انا عايز اقوله تجربه البرتغال في موضوع التجريم، زي ما سياده المستشار تفضل، انه حيث ان المدمن مريض ويحتاج الى علاج، فهم بدلوا عقوبه الحبس بعقوبه الغرامه ثم عقوبه الالزام بالعلاج. يعني لو هو الشخص ده اتمسك ومعاه مخدرات بيدفع غرامه، وبعدين ينظر، وبعدين عندهم فريق، في فريق من خبراء متخصصين بيقعدوا مع الشاب وبيوجهوه وبينصحوه بالعلاج لما يتمسك. لو اتكررت الحكايه دي مفيش بقى بينصحوه، بيلزموه بالعلاج، فلازم بيروح يعمل علاج واعاده تاهيل بالطريقه دي. لو هو يعني عمل مخالفة، زي مثلا قيادة السيارات تحت تأثير المخدر أو تحت تأثير الخمور، بيلزم بالعلاج من أول مرة. ودي أعتقد أن دي ربما من أنجح، لم تكن أنجح تجربة في العالم، استطاعت تخفيض عدد المتعاطين للنصف في سنوات 10-15 سنة ما بين 2001 و2015، نزل عدد المتعاطين للنصف، عدد كمية المخدرات اللي بتضبط نزلت إلى الربع. يعني حصل تجاوب ناجح جدا مع مشكلة المخدرات. إذا حضرتك بتشير على المشرع المصري بإعادة النظر، نعم، في النصوص العقابية الخاصة بمحاسبة المتعاطي تحديدا. بالظبط، وان الموضوع حتى ان كنا بنستخدم اداه ردع، فالحبس وحده ممكن يحوله لشيء اخر. طبعا ممكن يحوله الى يعني مجرم، من مجرب للادمان الى معتاد للادمان. بالظبط، ممكن يدخله في دايره كمان من متعاطي الى تاجر، انه يتعرفوا تجار أو زي ما بيقولوا ارباب سوابق في هذا الامر. يعني حضرتك لما طرحت نموذج البرتغال قلت استطاعوا يعني بالتعديلات التي قاموا بها، نعم، باستنزال العقاب من الحبس الى الغرامه، انا مش هسيبه بلا عقوبه. مظبوط. وكان اقصى العقوبه ان هو الالزام بالعلاج له ولاسرته لو تكرر، واستخدموا حصيله الغرامات دي في تمويل برامج علاج واعاده تاهيل المدمنين والوصول بها لكافه انواع، لكافه يعني اطراف المجتمع. يعني كمان اعاده تدوير هذه الغرامات في جنس الفعل نفسه. أيوة. ان انا احاول اغير من النتائج التي تسبب فيها هو او اخر في علاج المدمنين والادمان. بالظبط. والبرامج وتمويل البرامج الخاصه باعاده التاهيل. يعني هقول لحضرتك اشكاليه موجوده في مصر. تقريبا 90% من القضايا بتاعت الحيازة بتسقط لانه المحامي بيقول بيلاقي ثغرة في الاجراءات او ثغرة في اجراءات الضبط. وثابت من دراسات اليو ان او دي سي، مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
انه تشديد العقوبه مش هو الحل. الحل ان احنا نضمن ان في عقوبه. القاضي لما بيشوف شاب صغير او حتى الضابط لما بيشوف شاب وابن ناس واهله بيجوا وبتاع ما بيكملش الاجراءات، ولما بيكملوا الاجراءات المحامي والاستاذ سيد اكيد عارف الحكايه دي بيجد ثغره ما، والقاضي بيبقى يعني ميال انه ما يحبسش شاب عارف انه لو حطه في السجن هيبقى يعني بيقضي على مستقبله او بيضعف مستقبله جدا. اذا الالتجاء الى روح القانون قبل نص القانون، اذا التحويل الى ان احنا نضمن ان في عقوبه زي الغرامه، والقاضي مش هيبقى صعبان عليه انه يدي العقوبه دي، بالعكس كمان اللي بيدي العقوبه دي في البرتغال فريق من الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين والمشيرين المتخصصين في الادمان، ومعاهم حد قانوني ما هواش قاضي، فاي واحد بيتظبط بالمخدرات بياخد عقوبه، ولكن العقوبه دي غرامه لا تدفعه الى ما نسميه العالم التحتي، يعني لما بيخش مع المجرمين بيخش في هذا العالم التحتي. فيا ريت احنا بالتعاون مع مكتب الامم المتحده للمخدرات والجريمه والمعني بالمخدرات والجريمه في مصر نتعاون مع المشرع وندرس التجارب الاكثر فاعليه ونطبقها في مصر. اذا حضرتك بتسمن وتؤكد على التخفيف من العقوبه وليس التغليظ منها، بالظبط، خاصه للمتعاطي المدمن اللي احنا كلنا اتفقنا انه مريض بالظبط، محتاج الى علاج اكثر من عقاب. بالظبط، انا عاقب التاجر، بالظبط، عاقب اللي عنده استعداد للتجاره هو ينزلق في هذا الامر، بالظبط، لكن المدمن اللي انا بحاول يا دوبك رجله جت اول ما بحاول انتشله من هذا المستنقع هو ده حضرتك اللي هو اولى بالرعايه واللي حضرتك بتوجه عنايه طبعا السيد المشرع المصري في اعاده النظر في النصوص العقابيه الخاصه بجريمه حيازه المخدرات بقصد التعاطي. بقى في القانون المصري نص بيتيح للقاضي انه يحيل هذا المتعاطي الى العلاج، لكن تقريبا هذا النص لا يفعل اطلاقا لقله عدد الاسره المتاحه لعلاج واعاده تاهيل المدمنين. فاذا النقطه الثانيه المهمه قوي على مواجهه القضيه دي ان احنا نعيد تنظيم ونعيد النظر في التشريعات علشان نتيح لاكبر عدد من المدمنين وسيله لعلاج اعراض الانسحاب ثم وسيله لاعاده التاهيل. والمجتمع المصري بقى فيه امكانيات وفيه تجاوزات كمان في هذا المجال، فيحتاج اعاده تنظيم من المشرع ومن وضع السياسات علشان نستغل الطاقات دي لمواجهه هذا التحدي. طيب هنطلع فاصل وهنرجع مع الدكتور ايهاب لان احنا نعرف اكتر على برنامج الحريه من الادمان والايدز، وهو يدير هذا البرنامج لسنوات عديدة وله من النجاحات وله من البصمات الواضحة. فعايزين ندخل في عمق البرنامج لأن علاج الإدمان أمر مقلق لكل أسرة، خاصة في كلفته وكمان طول الوقت أنت بتداري خايف المجتمع والمحيطين يعرفوا أن ابنك مدمن. خلينا بعد الفاصل نعرف كيف نعالج الإدمان من خلال برامج متخصصة زي برنامج الحرية من الإدمان والإيدز. خليكم معانا ونعود إليكم. نجدد التحية واللقاء لحضراتكم وندخل في عمق الحل. احنا طرحنا المشكلة وخدنا الرأي القانوني والرأي الطبي، ازاي اقدر اكتشف، ازاي اقدر اتحرك للحل، وبداية الحل بعد خلاص ما بيطفى امر واقع ويعني عندي مدمن وعايز أعيد هذا المدمن إلى الحياة والمجتمع والأسرة والناس، وخايف إن حد يعرف عملته دي وطول الوقت بحاول أداري. خليني أعرف مع الدكتور إيهاب برنامج الحرية من الإدمان والإيدز ماذا فعل لحل هذه المشكلة. يعني البرنامج ابتدى سنة 89، أنا ابتديته سنة 89 مع 5 مدمنين هيروين عتاه كلهم لحد النهارده مبطلين بقالهم 35 سنه وفي مراكز ناجحه جدا، احدهم بقى مليونير والتاني يعني صاحب مصنع والتالت يعني بيعمل في عمل تنموي. يعني دلوقتي البرنامج بيدير 12 مركز طب نفسي وعلاج ادمان لعلاج اعراض الانسحاب و58 مركز
لبيوت ضيافه لاعاده تاهيل المدمنين. هو في صور معانا حضرتك لبيوت الضيافه والكلام ده نستعرضها عشان الناس مظبوط تدخل معانا اكثر دقيقا في الحاج بتقول يشرفنا. واحنا بنطبق نموذج بقى اثبت نجاح كبير في مصر، مع انه كان يعني ناس بتقول لا مش هينفع في مصر، لا ينفع في البلاد المتقدمه، لكن في مصر نجح نجاح كبير جدا. اسمه المجتمع العلاجي زائد 12 خطوة لإعادة تأهيل المدمنين. فالمرحلة الأولى هي علاج أعراض الانسحاب، ودي بتاخد من 5 أيام مثلا إلى 10 أيام. لو في مضاعفات نفسية يعني هلاوس وضلالات وتخاريف كده ممكن تاخد أكتر شوية. بعديها بيبقى بنخش على مرحلة إعادة التأهيل. علاج أعراض الانسحاب لوحده الدراسات العالمية أثبتت أنه النتيجة 2% فقط، عشان كده في ناس كتير بتقول احنا بنشوف الصور حاجة عشان توضح للناس. أيوة دي أحد أماكننا أهو لإعادة التأهيل. وطبعا الأنشطة فيه بعد علاج أعراض الانسحاب محتاجين لإعادة التأهيل، ساعتها بقى التبطيل يصل إلى وفقا للدراسات العالمية أيضا إلى 60-80% على المدى الطويل للناس اللي بتدخل في إعادة التأهيل. احنا عملنا الدراسات دي طبعا منشورة في العالم، لكن احنا بالنسبة لنا عملنا دراسة وقدمنا تقارير عليها في مؤتمرات عالمية وفي مجلات علمية عالمية. لما تابعنا الناس اللي دخلوا عندنا في 2019 تابعنا 2050 مدمن دخل الأماكن إعادة التأهيل في 28 مكان مختلف. أماكننا موجودة من اسكندرية لأسوان، أكبر مكان موجود في وادي النطرون فيه 500 سرير هناك، لكن كل أماكننا فيه حوالي 2300 سرير. المهم إن احنا نستعرض حق الأماكن وجوه ومستوى الكلام ربنا والدنيا خليكم. وكمان هنوضح للسادة المشاهدين طرق التواصل مع البرنامج ومع الاماكن الخاصه بالبرنامج. مظبوط. انا احب اقول طبعا في مساله طرق التواصل دي ان احنا عندنا بنخدم برنامج اصلا لا يستهدف الربح، بيتبع لجهات خيريه، الكنيسه الانجيليه والجمعيه العربيه للتنميه والتشبيك وجمعيه فتحه خير عاملين بروتوكول مع بعض. فاحنا بنعالج الناس لما نعمل لهم فحص حاله، بنعمل بالمجان او بدعم، مثلا ممكن التكلفه تبقى 4-5 آلاف جنيه في الشهر، ممكن ناخده ب 1500 جنيه او مجانا حسب الحاجه. لكن طبعا بتطمن الاسر اللي تعرضوا ان في وسيله دي. ان في وسائل للحمايه المجتمعيه والشراكه. بقى عندنا جهات عندها استعداد للشراكه معاك في الهم، هتشيل معاك الهم طبعا وتساعد في حل المشكله بقدر الامكان. وحضرتك ضربت مثل بعمليه التشبيك اللي حاصله بين اكتر من هيئه على رسوم الكنيسه الانجيليه والجمعيه العربيه للتنميه والتشبيك وجمعيه فتحه خير. جمعيه فتحه خير هم شركاء مع رب الأسرة اللي للأسف الشديد تعرض ابنه أو بنته لهذا الأمر، أو لا هنقول المرض. مظبوط، للمرض ده طبعا، للمرض النشط اللي بي 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 بيأذي الشاب نفسه أو الشابة. طبعا في ناس كبار في السن، لكن معظمهم في سن اللي بيقولنا معظمهم في السن من 20-35، لكن عندنا لحد 58 سنه. لسه انا شايف مريض عنده 58 سنه مدمن الاسبوع. طب انا بجمع لحضراتكم الاطلاع على وسائل التواصل مع البرنامج. نعم. وناخد وعد من الدكتور ايهاب ان يكون لنا حلقه ثانيه تكمله. كنا عايز حضرتك تكلمنا عن الكتابين دول تحديدا، احنا كمان ممكن يفيدوا مين. احنا كمان بنقدم تدريب 360 ساعه معترف به من حاجه اسمها الجمعيه الوطنيه لمرشدي الادمان والتعاطي في امريكا، ودي بتضم 100,000 عضو، وانا اشرف ان انا رئيس لجنتها الدوليه. فبنقدم تدريب معتمد عالميا لما يسمى مشير الادمان او مرشد الادمان، ودول ممكن يكونوا اطباء، اخصائيين نفسيين، اخصائيين اجتماعيين، قاده دينيين، لكن كمان 50-60% منهم بيكونوا مدمنين متعافين اصلا، خريجين برنامج زي برنامجنا او غيره، مبطلين بقى لهم سنه سنتين ثلاثه، وعندنا طبعا ناس مبطلين بقى لهم 35 سنه. الكتاب الاول اسمه المخدرات والادمانات الاخرى، بيناقش انواع المخدرات وانواع الادمانات غير المخدرات زي القمار، زي الجيمز بتاعت الفيديو.
وبيناقش مضاعفاتها وبيناقش أسبابها إلى آخره. الكتاب الثاني بيناقش مبادئ إعادة التأهيل والمشورة والتعامل مع المشكلات المختلفة في مشكلة الإدمان. كتابين على بعض بيشكلوا تقريبا 3/4 المنهج اللي احنا بنقدمه في التدريب. تثقيف ووعي للأسرة وللفرد. نعم نعم. في ختام حلقتنا دكتور بشكر حضرتك جدا للمعلومات السريعة اللي حضرتك أدليت بيها النهاردة. بشكر حضرتك ومؤسستك وبرنامجك الهائل اللي بيساعد في تخفيض والحد من عدد المدمنين والأرقام دي. بتمنى أن حضرتك تشرفنا تاني بشكل أكثر اتساعا وتدينا كمان نقاط إيجابية وصور للمتعافين. نجيب متعافين معانا يحكوا تجربتهم الشخصية. في نهاية اللقاء بشكر الأستاذ الدكتور إيهاب الخراط استشاري الطب النفسي ومدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز. وبتمنى لكل الأسر المصرية اللي عندهم حالات مثل هذه التعافي في أسرع وقت والتواصل. وبشكر حضراتكم لحسن الاستماع والمتابعة مع أرق تحياتي وأمنياتي لحضراتكم. نراكم على خير في الحلقات القادمة.